المعهد القومي للأورام الذي يزور سنوياً أكثر من 250 ألف زائر. هذا المعهد الذي تعرض لحادث إرهابي أليم، أكيد كلنا متذكرين هذا الحادث في أغسطس 2019، ولكن بفضل الإرادة السياسية، بفضل الشعب المصري، بفضل جهد الدولة المصرية، تحولت صور الدمار والخراب إلى صور مليئة بالتجديد. دكتور محمد عثمان الخشت، برحب بحضرتك. أهلا بك. إنجاز جديد. إحنا هنا مش بنتكلم فقط إن إحنا قدرنا إن إحنا نزيل أثار التدمير، ولكن يعني إحنا كمان جددنا وطورنا واستحدثنا في المعهد القومي للأورام. طبعا، يعني هذا ليس مجرد تجديد ولا مجرد رفع كفاءة، ده إعادة تأهيل للمعهد القومي للأورام في الجزء الأوسط وفي الجزء الشمالي، حيث تم زيادة وظائف جديدة وخدمات وأدوار، من أهمها أن منطقة الطوارئ تم تطويرها بالكامل، وأصبحت 18 سرير بعد ما كانت 12 سرير لاستقبال الطوارئ. تم إضافة دورين جداد لعلاج الألم والكشف المبكر، علاوة على تطوير مكتبة المعهد العلمية وتطوير سكن التمريض، بالإضافة إلى تطوير 7 أدوار كاملة من المبنى الشمالي للمعهد ورفع كفاءة المصاعد وعمل أجهزة على أحدث مستوى، منظومة كاملة للحماية المدنية ومواجهة الحريق والإطفاء، علاوة على تغيير المسارات الداخلية كاملة، لأن كان أجزاء المعهد غير مرتبطة داخليا ببعضها البعض، فده كان بيؤدي لأن بعض المرضى بيضطروا عشان يتحركوا من مكان لمكان جوه المعهد كانوا بيضطروا ويمشوا من بره. فتم عمل مسارات جديدة بتربط الأجزاء كلها، بتربط المبنى الشمالي بالمبنى الأوسط بالمبنى الجنوبي، فده بيسهل عملية الحركة وأيضا بيقلل عملية التزاحم. الأهم من كل دوت إن إحنا عملنا على تطوير الجانب الإداري في المستشفى، بقى بالنظام الرقمي الإلكتروني، وأنا كلفت التنظيم والإدارة في جامعة القاهرة، جم درسوا الموقف من لحظة المريض ما بيدخل لحد ما بتتقدم له الخدمة. كان الأول المنطقة الأولانية ديت اللي هي منطقة بقى إنه يحجز ويطرح كشف وياخد موافقة، المسألة دي كانت بتبقى دورة إدارية معقدة وغريبة. وكانت بتضايق الناس لأنه جاي تعبان طبعا. فإحنا استحدثنا نظام جديد رقمي، بالإضافة أن في استحداث لقاعتين انتظار، قاعة انتظار 40 فرد خارجية وقاعة انتظار داخلية 400 فرد مزودة بأحدث الشاشات الإلكترونية. كان أهل المريض بيخشوا ويتحركوا معاه، أنت عارف أهلنا بقى طبعًا. يجي معاه 5-6 بيتحركوا معاه جوه، بتعمل زحمة، بتعمل مشاكل. فدلوقتي اللي بيقدروا يقعدوا في ساحة الانتظار الخارجية أو الداخلية بيتابعوا حركة المريض على الشاشات. أنا عايز أقول لحضراتكم إن المكان اللي إحنا فيه دلوقتي هو المبنى الشمالي. المبنى الشمالي ده كان بسبب التفجير الإرهابي كان متدمر. يعني المبنى أو الواجهة بتاعت المعهد كانت متدمرة، هذا المكان ما كانش كده تماما. يعني هذا المكان تحديدا تعرض للكثير من التلفيات. لما دخلنا هنا دكتور محمد المكان، والله العظيم لقينا المرضى بيقولوا لنا، يعني مش بيقولوا لنا اتفرجوا على المكان، المكان ما كانش كده، بيقولوا اتفرجوا على حلاوة المكان، قد ايه هم مبسوطين وسعداء من الخدمة ومن كل حاجة. عملية التفجير اللي حصلت في الشارع مش أصابت الوجهات بس، ده أصابت كمان الأدوار الداخلية والممرات والعمليات، غرف العمليات، غرف العمليات والطوارئ، وكانت مشكلة. فكل ده تم إعادة تأهيله، بالإضافة إلى استحداث أدوار جديدة ووظائف جديدة وإعادة التصميم الداخلي للمعهد بحيث تؤدي الخدمة الطبية بسهولة. القدرة الاستيعابية تقريبا قد إيه؟ القدرة الاستيعابية للمعهد الآن حوالي 320 سرير، سواء إقامة دائمة أو سواء في المراحل اللي هي علاج الألم أو الكشف المبكر. إحنا هم نتكلم يا فندم عن مستشفى هي بتعتبر من أهم المستشفيات في علاج الأورام والسرطانات في الشرق الأوسط. في الشرق الأوسط كمان بيجيها ناس من مختلف المحافظات، من مختلف القرى، عشان يجوا يتعالجوا في هذه المستشفى. يعني مستشفى للناس البسيطة المحدودي الدخل. كفاءتها بعد الحادث
تقريبا كانت يعني لا احنا اشتغلنا على طول لا ما بعد الحادث احنا لم نتوقف. احنا قسمنا العمل بين اعاده التاهيل وبين تقديم الخدمه. فتاني يوم الصبح كان كنا بنستقبل مرضى تاني يوم لان احنا عندنا القدرات الاداريه والطبيه اللي تقدر تخلينا نفصل ونقسم اجزاء التطوير عن الاجزاء اللي هي شغاله. فلان احنا لما بنشتغل ما بنشتغلش في كل مره واحده، بنعمل عمليه تقسيم للشغل. فتاني يوم الصبح كان المعهد بيقدم خدمته وبيستقبل المرضى. حتى في ذروه جائحه كورونا احنا كنا بنستقبل المرضى بكامل الطاقه، وفي هنا مساحات كمان. طبعا في مساحات، وكان لا قدر الله لو حد اصاب او شيء كنا مجهزين عاملين دور في الاخر لعزل الحالات اللي عندها كورونا، لان الموقف كان بيبقى. فالمعهد في الحقيقه لم يغلق بابه امام احد في يوم من الايام. انا فخوره جدا باصعب الظروف. لا انا ما كنتش متخيله ولا متوقعه ابدا ان انا هاجي هلاقي هذا الحجم من التطوير. الحمد لانه لله. فعلا المواطن المصري يستحق ده. حضرتك تعالي تشوفي بقى دلوقتي المرضى المرضى كلهم قاعدين بشكل اهالي المرضى بشكل محترم. السلام عليكم. بشكل محترم صحيح. الناس دي قبل كده بتقعد بره في الشارع. دي نقطه مهمه جدا، نقطه مهمه جدا. يعني المساله مش تقديم خدمه علاجيه فقط، ربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب. احترام اهلنا وناسنا اللي جايين من الصعيد وجايين من الارياف، بعد ما كانوا بيقعدوا في الشارع بقى اهو قاعدين دول. انا عايز اقول حاجه كمان يا فندم، واحنا بنتكلم عن انه تم استحداث مسارات جديده. كمان احنا راعينا ذوي الاحتياجات الخاصه. طبعا عشان كده عملنا السلالم الكهربائيه ديت انت شايفاها معانا، بحيث كان الاول بيجروه على كرسي او بيسحبوه ويطلع، لكن لا دلوقتي في سلالم كهربائيه وميكانيكيه بتسهل عمليه الصعود من ليفل الى ليفل داخل لذوي الاحتياجات الخاصه. طبعا طبعا. طيب. او للمرضى كمان، لان المرضى في مرضى بيجوا لك على كرسي او على سرير او كده.